السلام عليكم، مرحبا بكم أعضاء قناة فريجيت ومشاهدي قناتي. مرحبا بكم من جديد في فيديو لشرح اليوم بعض موقعين جميلين جدا أصدقائي، وأردروب أيضا يعطينا 80,000 قطعة. أول شيء أصدقائي، أردت هذا الموقع وهي منصة سايبر. هنا هذه هي الإكستنج سايبر، هذا هو ما ربحته 100 قطعة تهدينا أصدقائي. هذه هي المنصة تدعى سايبر، تتسجل في هذه المنصة عن طريق بطريقة سهلة وسهلة جدا أصدقائي. فقط تضع الإيميل الخاص بك، ثم تذهب إلى الإيميل الخاص بك، وتأتي بالكود فيريفيكيشن وتقوم بفيريفيكاسيون أصدقائي، ثم تدخل إلى هذه المنصة. هكذا عند الدخول إلى هذه المنصة ستجدك نفسك في هذه الواجهة. تذهب إلى هنا، ستجد هنا اسمك وهنا يوزر سنتر. تقوم بالضغط على يوزر سنتر، ستذهب إلى البالانس الخاص بك وتأخذ 100 قطعة من عملة سي تي. 100 قطعة من عملة سي تي. سأذهب أصدقائي إلى الإكستشانج هنا، إلى الإكستشانج، وأقوم بأن أرى سي تي مقابل اليو اس دي تي، مقابل التيثر، يعني مقابل الدولار هنا، خاطر التيثر نفس نفس النسبة الدولار والتيثر، وهنا بالبيتكوين. سأرى بالتيثر باليو اس دي تي أصدقائي ماذا يقابل هذا السي تي، هذه الأردروب لهذا العملة. حسن أصدقائي، هنا هذا هو ثمنه 0.237 سنت من الدولار. هنا السي تي كما ترون هنا، أنا لي أصدقائي 100 قطعة، سأكتب هنا 100 قطعة لأبيعها مثلا، ستأتي لي ب 23.77 يو اس دي تي. ثمنه باهظ وباهظ جدا. سأعود أصدقائي إلى هنا، سأعود إلى هنا أصدقائي. حسنا، وأرى السي تي مقابل الدولار، هنا مقابل الدولار، هنا مقابل الدولار. سأرى، أنا آسف أصدقائي على الإنترنت الضعيف، سأرى هنا مقابل الدولار 6317. واحد سي تي يساوي 6317. هذا هنا، ها هو كما ترون أصدقائي، كما ترون هنا 6000 ساتوشي و317. أنا لي 100، يعني 100 يقابل 0.06 بيتكوين. إذا بعتها سأكسب 0.06 بيتكوين. حسنا أصدقائي، سأبيعها أنا. وأقول لكم شيئا آخر، وهو هنا عند أين سنذهب؟ سنذهب هنا إلى اليوزر، لأن أصدقائي هنا عند انفيت فراند. انفيت فراند هنا تأخذ الرابط الخاص بك حتى تنشره، لأنك تأخذ 20% من كل إنسان يتسجل من تحتك. فقط أصدقائي هذا ما لدينا بالنسبة إلى كما قلت هنا البالانس. البالانس هنا لا تستطيع أن تحول هذه السي تي، لابد من بيعها مثلا باليو اس دي تي وتقوم بتحويلها. مثلا أصدقائي سأذهب إلى ويذدراو هنا، سأذهب إلى ويذدراو، سأذهب أن تستطيع أن تحول يو اس دي تي أو بيتكوين أو إثيريوم، يعني مينيموم هنا 6.36، وبالبيتكوين 0.01، وبالإثيريوم 0.02. هذا المينيموم، وهذه العمولة الذي سيأخذها الموقع، وهو 3 قطع من USDT أو 0.305 بيتكوين أو 0.01 كعمولة على كل تحويل. سأبيع هذا السي تي أصدقائي، سأترك لكم رابط تسجيل في هذا الموقع. ثم أصدقائي الموقع الأجمل والموقع المهم جدا هنا، رأيته منذ قليل، أردت مباشرة مشاركتكم إياه، وهو موقع أصدقائي يقول لنا هنا. سأخرج من الموقع وأعود، أنا قد تسجلت، كيف أخرج من الموقع صدقني لا أعرف. ها هو هنا أصدقائي يقول لنا لقد ربحت 0.001 بيتكوين. تستطيع ربح يعني 0.01 بيتكوين بار ريفيرال. هنا you receive 0.00 ام بيتكوين
بار ريفيرال، يعني كل صديق يتسجل من تحتك ستكسب 0.001 بيتكوين. متى تستطيع أن تسحب؟ هنا سأضغط على withdraw، هنا سأضغط على withdraw in BTC. هنا يقول لنا أصدقائي oops the minimum amount the withdraw found is 0.001 بيتكوين، يعني 10 أصدقاء فقط يتسجلون من تحتك ستكسب 0.01 بيتكوين وتستطيع سحبهم كما هو موجود أصدقائي في هذا. هنا الدليل السحب السحوبات 0.01 بيتكوين 0.11 بيتكوين، هنا هكذا هذه كلها السحوبات. أنت تستطيع تدخل إلى هذه وتتأكد من أن السحوبات هنا موجودة. فقط أصدقائي تضع محفظتك، محفظة البيتكوين هنا ستجد. سأعود أنا هكذا إلى الخلف أصدقائي. حسنا، أول عند الدخول ستجدون هنا مكان تضع فيه الرابط، رابط محفظتك البيتكوين أصدقائي، وهو يعدل تلقائيا. ستستطيع أن تقوم بإحالة بعض الأصدقاء، ثم عند الوصول إلى المبلغ المطلوب ستحصل على 0.01 بيتكوين. تستطيع أن تحولها عن طريق البيتكوين، عن تأخذها من البيتكوين أو بالباي بال. فقط أصدقائي هذا هو ما لدينا في هذا الموقعين الجميلين أصدقائي. كما قلت لكم هذه المنصة التي تهدينا ماي بالانس، هنا 100 قطعة من السي تي أصدقائي. 1 سي تي يساوي 0.23 سنت، وأيضا هذا الموقع الجميل الذي يعطينا 0.01 بيتكوين على كل إحالة، وهو موقع لإعلانات. هنا يريد عدد كبير من المشاركين حتى يتمكن من مزيد الربح من الإعلانات أصدقائي فقط، لكن المبلغ اللي يعطيه كبير وكبير جدا. هنا بعض الإعلانات لبيفوت، وهنا لعملات أخرى أيضا ومحافظ. هنا أصدقائي فقط أصدقائي هذا ما لدينا بالنسبة إلى هذا الموقع. هنا لمن أراد أصدقائي مشاركة هذه القناة وكسب العديد من العمولات الذي وصلتني على محفظتي مثل هذا الفيديو وهذا الفيديو لعملة موجودة على الكوين ماركت كاب، فضلا فليقم بسبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصله كل جديد. مشكور صديقي على كل مجهوداتك ودعمك لنا. وشيء آخر أردت فقط أصدقائي، أردت كومنت على هذا الفيديو أن تضع التويتر الخاص بك أو رابط الريديت الخاص بك أو أي رابط أصدقائي خاص بسوشيال ميديا الخاصة بك، لأن هناك عديد الأيردروبات تطلب أن يكون لديك مثلا في التويتر 100 صديق، أو في الريديت لابد أن يكون لك يعني أصدقاء، أو لابد أن يكون لك في البيتكوين تالك. أنا أنصح أن يكون مثلا التويتر أو البيتكوين تالك كل إنسان يضع تعليق برابط البيتكوين تالك، وكل شخص يدخل إلى هذا الفيديو يقوم بإضافة صديقه، وهكذا ستصبح هناك عديد الأصدقاء ما بيننا في هذا لدعم السوشيال ميديا الخاص بنا لكسب مزيد العديد من الأدروبات. وشكرا لكم أصدقائي.